خيم خيم خيم. لا واللي جايب هاللي يحبه اغليه. هلا ابو عبد الله، هلا احب هالانسان. من الناس اللي ماله بغيض، وهذا شيء نادر. يا الله مهما كنت يعني. انا احد ماله بغيض. لا والله، لا لا انت عزوز تعرفه، صورته واحد تعرفه. ما شاء الله عليك يا عزوز. الله يعزك من طيبك. وانت والله يا ابو عبد الله. وانت والله يا ابو عبد الله. مشاهير مع التجار مع المطبخ. الحمد لله، الحمد لله عند حسن ظنك وظنهم. سحر. من طيبك يا ابو عبد الله. اليوم ما شاء الله الموضوع جميل صراحه. ايوه هلا 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 والله ابو بي. الله وش المبادره الحلوه. وش هالجمال دائم السيف. السيف قالوا للامانه دائم يجيب افكار حلوه. بالعكس تريحون انتم، احنا بكم تشرحوا لي الطريق لانه بيرتاحون اللي بالبيوت. الله يوفقكم. خليني اعطيكم الفكره باختصار. عندك اغراض بالمطبخ مضايقات عليك، وكلنا عندنا اغراض بالمطبخ مضايقات علينا. حلو. طبعا هم يعتمدون على فئات زي الترامس، يقولك اي جهاز كهربائي زي كذا، والقدور تجي طال عمرك تجيبها الفروع السيف جاليري. هم متفقين مع تراحم حقات السجناء، ياخذون الاجهزه ينظفونهن يعدلونهن. السيف بدوره هيثم تعال. هلا ابو نواف، حياك الله. الله يوفقك. كيف الحال؟ وش هالمبادره هالحلوه؟ الله شرحت لهم انا. والله احنا نتوقع ان كل البيوت عندها تقدس جدا، مو بتوقع الا اكيد. موديل قديم شيء خربان. طيب انا جبت الحين واخذت اجر. اخذت اجر وخصم. هم انت تعطيني خصم بالفرع؟ بعطيك خصم اجيب شهر. انظف مطبخي وافتك واخذ خصم. تاخذ خصم اضافي على الفئه اللي تبرعت. جميع فروع السيف جاليري بالمملكه. جميع فروع السيف جاليري، وباذن الله احنا متفائلين بنجاح المبادره، وبنعلن الارقام المستقبليه. القدور اي جهاز كهربائي ما له دخل، بس سيف مو بس سيف، اي جهاز. وقدر وترامس وزي كذا، بتلقى مكان زي كذا كل الفروع فيها مكان زي كذا، ياخذونه منك يعطونك خصم، ومن عقب احنا بناخذه ونوديه يعني يعني ونفلس. يعني يعني راعي البيت ياخذ اجر وانت تاخذ اجر وياخذ خصم. ايه، وان شاء الله انه يعني في ناس في اسره محتاجه، ربها مسجون، رب العائله مسجون، بيجيها المنتج اللي هو محتاجه وانت زايد عن حاجتك. الله يوفقنا وياك يا حبيبي. من اجمل الناس اخلاقا وخلقا. الله يرفع قدرك. اي والله الانسان تحب اللي يحبك. طيب لا ما اي دوحه، اهم شيء دوحه. وش تصعد انا دوحه يقتلني دوحه. الله يخليهم لك والديك يا حبيبي يا زين. وكذلك الاخوان في لجنه التراحم، اللجنة الوطنية لرعاية السجناء. وأيضا نرحب بالإخوان المشاهير والسادة الإعلاميين، وأيضا نرحب بقناة روتانا خليجية وقناة المجد، يعطيهم ألف ألف عافية. أنا ما كبيرة على أسر السجناء. شكرا لكم شيخ سليمان، وشكرا يعني للسيف جاليري بكل منسوبيها على هذه المبادرة وعلى هذا التعاون والتكاتف اللي نراه، يعني هو مسؤولية مجتمعية حقيقية، وما يقدم إن شاء الله من المجتمع من هذه القوائم إن شاء الله سيكون له لا شك أثر كبير على مستفيدي تراحم. طبعا تراحم هي لجنة وطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم. هي مختصرة في كلمة تراحم. تراحم هي أنشئت قبل 21 سنة بقرار من مجلس الوزراء، فيرأس مجلس إدارتها معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويرأسها فخريا سمو وزير الداخلية. وهي مشكلة أو مجلس إدارتها مشكل من 11 جهة حكومية. فنحن نتكلم عن جهة يقول الله من ليل قضيته مشاريع، أبني عمد مشروع واهد مشروع، والمشكلة الأصبح ما من منافيع مثل الذي يرجي من العفن منفوع. والياخ شح ضمن الخواشيع، تتيني الأحلام وأقوم وأفوع، من همي اللي مزع الجوف تمزيع، وأحس في قلبي تقل ضرب فاروع، وهمي ما هو طرد البنات المفاريع، ولاني من اللي يشكي الفقر والجوع. أنا بلايه طوع النفس تطويع، مرات مامور ومرات ممنوع، وأضيع أنا وأدل من بعد ما ضيع، ويفوتني موضوع وأعرفه موضوع، جربت في وقتي دروب المناويع، وشربت انا بالكاس من كل قرطوع، وقت مداخيله ابعاد المطاليع، كني بوسط البر مرمي ومقطوع، تعبت من طرد الليالي المكاويع، نوب على ساقن ونوب على كوع، اللي اقبلت جثني سوى ثني انا بيع، وندبرت
حتى الجربيع يمكن يجي موتك على يدين جربوع. سلام. صح لسانك، صح لسانك. وردتنا اولا احنا نستقبل في جميع فروع السيف جاليري في المملكه. الامر الاخر نستقبل ثلاث فئات، فئه الترامس والاجهزه الكهربائيه بكافه اقسامها وكذلك القدور. الامر الثالث نستقبل من جميع الماركات الموجوده في البيوت وليس حكرا على ماركه محدده. والله يكتب اجر الجميع واجركم يا اعلاميين واجر الجمعيه واجر السيف جاليري. وان شاء الله باذن الله قريبا بعد شهر من الان بنطلع تقرير عن عدد الادوات المستخدمه المستبدله، عدد الاسر بالتعاون مع تراحم اللي استفادت من هذه المبادره، ونطلعها في تقرير اعلامي ينشر في القنوات وعند حسابات بلقاء الامين العام لجنه التراحم استاذ صقر القرمي حرب محمد. شكرا لكم، شكرا لجهودكم اللي تعطي نبذة عن هذه المبادرة. هذه المبادرة أودي الخير، طبعاً هي فكرتها أنه اليوم عندنا أسر سجناء، أسر السجناء بحاجة جداً كبيرة فعلاً إلى مساعدتهم في بيوتهم وتأهيلها وتجهيزها. اليوم الحمد لله من المجتمع إلى المجتمع، يعني خلينا نقول هذه المبادرة هي يعني خلينا نقول التكافل الاجتماعي بكل تفاصيله. نعم. اليوم الأسر اللي عنده قدرة وعنده الحمد لله خلينا نقول مو حاجة فائض موجود عندهم من أواني منزلية الإمكان اليوم يجيبونها إلى السيف جاليري يسلمونها ويأخذون خصومات لأشياء جديدة، وفي نفس الوقت هذه الأشياء اللي تسلم تنقل مباشرة للأسر. الله يكتب أجركم. يعني شيء عظيم. وترانا نبي نصير معكم على طول. حنا.